ضيفتنا طبيبة قلب فريدة من نوعها واسم على مسمى. تفردت منذ طفولتها بحبها لكتابة الأبحاث العلمية بدل اللعب. نجحت في تأسيس 3 صروح طبية في الكويت: قسم القلب والقسطرة في المستشفى العسكري عام 2000، ومركز القسطرة في مستشفى دار الشفاء عام 2007، ومركز صباح الأحمد للقلب الذي عينت رئيسة له عام 2010. تربت فريدة الحبيب وسط عائلة كبيرة بين 8 إخوة وأخوات، وكانت أحلامها بدورها كبيرة، وقامت حتى يومنا هذا بأكثر من 9000 عملية قسطرة قلبية موثقة، بالإضافة إلى عملها لأكثر من 5 أعوام في برنامج زراعة القلب في بريطانيا. تقول الدكتورة فريدة الحبيب: الطب مهنة شاقة جدا، لكنها تحتاج إلى الشغف كي يستمر الطبيب في عمله، وهذا الشغف هو الذي يجعل الطبيب خلاقا ومبدعا. درست فريدة الحبيب الطب والجراحة العامة في جامعة القاهرة، وتابعت تخصصها في الولايات المتحدة وبريطانيا. تدربت على يد الدكتور جراهام ديفيس في تركيب بطاريات القلب وقسطرة الشرايين التاجية والتداخلية، وتعاونت مع جراح القلب الشهير البروفيسور مجدي يعقوب في عمليات زرع القلب في مستشفى هيرفيلد. وحين تم إدخال الدعامات في مجال القسطرة القلبية، استمرت الدكتورة فريدة الحبيب في التدريب في مدينة تولوز الفرنسية وفي نيويورك، إلى أن حصلت عام 2006 على زمالة الكلية العالمية للقسطرة التداخلية. كتبت العديد من الكتب ونشرت أبحاثها في أرقى المجلات العلمية في طب القلب، ومثلت الكويت في أكثر من 45 مؤتمراً دولياً. يبدأ يومها عادة في غرفة العمليات، وفي حال عدم وجود عمليات تتوجه إلى قسم العناية المركزة للقلب في مستشفى الصباح، ثم يستمر العمل الروتيني المعتاد مع المرضى وأهلهم لتقديم الإرشادات والاستشارة مع عائلة المريض لحمايته من أي مضاعفات مستقبلية، إضافة إلى تواجدها في العيادات الخارجية. فريدة الحبيب ليست طبيبة استثنائية فحسب، ولا امرأة جميلة ومثقفة فقط، بل هي أيضا امرأة جريئة وصاحبة فكر منفتح، وأدت دورا بارزا في إنصاف المرأة الكويتية ومنحها الحقوق السياسية. وعندما قررت الكويت قبل بضع سنوات أعطاء النساء حقوقهن السياسية في التوزير، قالت فريدة الحبيب: أنا وزيرة أينما كنت، باعتباري مواطنة أخدم في حقلي بإخلاص، ولا أحتاج لمنصب سياسي كي أنفذ ما يدور في عقلي وفكري. تعشق الطب والثقافة، فأخذتنا معها إلى المستشفى الأمريكاني، أول وأقدم مشافي الكويت، الذي تحول عام 1983 إلى المركز الأمريكاني الثقافي أو دار الآثار الإسلامية. وترأس هذا الصرح الثقافي الشيخة حصة صباح السالم الصباح، أو نور الثقافة في الكويت كما تصفها فريدة الحبيب، التي تهوى بدورها الثقافة وأشياء أخرى مثل السياسة والوطن. لذلك تقدر الدكتورة فريدة الحبيب الشيخة حصة التي كان لها الفضل في إصدار كتابها The Edge of War، الذي كتب مقدمته الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، ويتناول بالتفصيل حركة المقاومة الكويتية في مدينة الخرج السعودية إبان الغزو العراقي. وكيف لا تفتخر الدكتورة فريدة الحبيب بتلك المرحلة وهي من أبرز المقاومات فيها؟ فلم تهجر الكويت خلال الاحتلال العراقي، وكانت الطبيبة الكويتية الوحيدة التي عاشت على الحدود الكويتية السعودية لمعالجة النازحين، كما كانت الطبيبة الكويتية الوحيدة التي أسست الساحة العسكرية لمقاومة الحرب الكيماوية بالتعاون مع الجيش الأمريكي. تصف مرحلة الغزو بالقاسية جدا، ولكنها لم تدع الخوف يستحوذ على قرارها، ولم تقف
مكتوفة الأيدي.